ودلوقتي مشاهدينا جمعنا مع أبرز وأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة واللي هنستعرضها في التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل معرض أهل المدارس الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر الجمهور، وهيتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل ل 30%. النهاردة صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجاري من خلال ماكينات الصرف الآلي للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه حباً في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاءً بحقه عليه الصلاة والسلام تطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم طوال شهر سبتمبر 2023. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية على بطولة كأس السوبر الإفريقي اللي هتجمع بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري الساعة 9 بالليل على استاد الملك فهد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.